ماذا يعني بيان هيئة الدواء المصرية النهاردة فيما يتعلق بتسجيل أول دواء في مصر عن علاج ضمور العضلات؟ بداية يعني دي واحدة من المبادرات الرائعة لهيئة الدواء المصرية، بدء تسجيل الأدوية الدولية اللي بتاخد موافقة من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية مباشرة بمجرد اعتمادها. الدواء اللي تم تسجيله النهاردة واعتماد دخوله للسوق المصري أخد موافقة استخدام عالمية من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية شهر 8 اللي فات، يعني لسه ما كملش 10 شهور من الموافقة عليه، ودي سابقة ما حصلتش قبل كده في الأدوية اللي دخلت السوق المصري. وخلينا نعرف إن ده يعتبر ثالث علاج موجود عالميا لعلاج حالة ضمور العضلات الشوكي. الحالة دي بداية هي من الحالات الصعبة جدا، احنا عندنا أنواع كتير من حالات ضمور العضلات، لما ضمور العضلات الشوكي هو الأكثر صعوبة، وده بيكون مرض وراثي بيحصل طفرة جينية أو تعديل جيني في بعض البروتينات اللي بتحافظ على الأعصاب اللي خارجة من الحبل الشوكي واللي مسؤولة عن حركة الأطراف بتاعتنا الإيدين والرجلين ومع الوقت وكمان العضلات اللي حوالين الرئة اللي بتساعد على التنفس. اللي بيحصل ان الاطفال دي بيكون البروتين ده عندهم ما بيتصنعش، فالاعصاب دي مع الوقت بتبدا تضمر، ولما تضمر العضلات اللي رايحه لها الاعصاب دي ما تشتغلش، فيبدا الطفل بقى تظهر عليه الاعراض باختلاف مراحل المرض. المرض ده بيتقسم ثلاث انواع. اتفضل. النوع الاولاني بتظهر اعراضه عند الاطفال من اول الولاده لحد عمر 6 شهور، والطفل ده عاده يعني بشكل كبير بيكون معدلات الوفيات فيه كبير، دول بيمثلوا 50% من الأطفال اللي بيصابوا بالحالة المرضية. النوع الثاني إن تبدأ الأعراض تظهر على الطفل في الفترة العمرية ما بين 6 شهور لسنتين، وده بيبان بشكل واضح إن الطفل بيبقى مش قادر يكح، الطفل عنده مشكلة في إنه يحرك أطرافه، ما بيقعدش إلا غير لما يتسند بالإيدين الاثنين، وبرضه للأسف معدلات الوفيات بتكون كبيرة، والأطفال دي بتكون سبب الوفاة عندهم هو ضعف عضلة التنفس أو عضلات التنفس، وبالتالي الرئة بتتوقف عن العمل. نسبة الإصابة في الأطفال دي حوالي 20%. وبعدين عندنا نوع بيمثل 30% من الحالات، اللي بيظهر في الفترة العمرية ما بين 30 لحد 25 سنة، وده باختلاف درجة الطفرة اللي حاصلة في البروتين. خلينا أقول لحضرتك يا أحمد بيه للسادة المشاهدين إن معدلات الإصابة بحالة ضمور العضلات الشوكية حوالي طفل لكل 10,000 مولود، يعني بين كل 10,000 مولود ممكن يصاب طفل بحالة ضمور. ده رقم كبير ولا متوسط ولا قليل؟ لا، رقم مش قليل. مش قليل. رقم مش قليل. بحكم برضه ان الحالة المرضية دي ما كانتش مفهومة لحد من حوالي 25 سنة بس، ما كانش مفهوم ايه سببها. فتأخر العلاج بتاعها. لحين ظهور اول علاج فعلي كان من حوالي 7 سنوات. ده كان بقى اللي اتعمل عليه الضجة الكبيرة، وكان سعر الجرعة الواحدة حوالي 2.5 مليون دولار. وده كان بيتاخد حقن. وبعدين ظهر عليك تاني بعديه برضو كان بيتاخد حقن، ونصل سعر الحقنة ل 750,000 دولار. الدواء اللي هيئة الدواء المصرية وافقت عليه او الهيئة العليا للدواء وافقت عليه، ده يختلف خالص على الاتنين دول. اولا ده دواء شرب، ما هواش حقن، دواء شرب. كويس. اسمه التجاري افريزدي، ومادته الفعاله ريزدي بال. وده ثمنه كام بره وهيبقى كام في مصر؟ ثمنه كام في مصر؟ لسه التسعير ما اتحطش وجاري التفاوض مع الشركه المنتجه ليه، انما هو بره مصر سعر الجرعه 16,000 دولار. الجرعه؟ اللي هي العبوه. العبوه 16,000 دولار. طب بياخد قد ايه، كام مره في اليوم ولا اثنين ولا كام؟ هو بيحتاج تقريبا على مدار السنة ما بين 12 ل 13 عضو. بس هي فكرة ان كمان الشركة نفسها المصنعة عاملة مبادرة عالمية بتوفير العلاج مجانا لبعض مستحقي الدعم. ودي حاجة قد تكون بعض الناس ما تعرفهاش، يعني هي عاملة مبادرة عالمية بتوصيل العلاج مجانا لمن يستحق الدعم. الدواء ده غالي دي او الادويه دي برضه غاليه دي، لان طريقه شغلها تختلف عن الادويه اللي احنا نعرفها كلها. دي ادويه بتخش تلعب في التحكم في الجينات وتخلي البروتين يتكون بدل ما كان بيتكسر. طبعا دي تقنيه تعتبر في الادويه جديده جدا، احنا اخر 7 سنوات على ما ظهرت الادويه دي عندنا. فطبعا وبرضه بما ان عدد المصابين ما هوش كبير قوي، عندنا قد ايه في مصر في الحالات دي؟ ايه في مصر عندنا عدد قد ايه مصابين؟ ما عندناش احصائيات
شامله زي الاحصائيات العالميه، ولكن في اكثر من دراسه اتعملت لقيت ان معدل الاصابات في الضمور الشوكي او ضمور العضلات الشوكي ما بين حالات ضمور العضلات كلها حوالي 25%. انما العدد الكلي للمصابين ما عندناش احصائيات كامله وواضحه ليها. فبناخد دايما المتوسط العالمي، المتوسط العالمي طفل لكل 6000 مولود او 10000 مولود على الحد الاقصى. هل ممكن الدواء، هيئه الدواء اللي وافقت عليه دواء الشرب اللي سعر العبوه في الخارج 11000 دولار والمريض محتاج 12 عبوه في السنه، مش كده زي ما حضرتك قلت مش كده؟ تقريبا. هل وارد لو دخل في التامين الصحي يبقى افضل، وارد انه كذا يبقى اقل تكلفه وبالتالي نوفر على الناس ونوفر على، لانه كل الناس معانا في مداخلات او شكاوى بتجينا او على صفحاتنا كل الناس بتتكلم على الدواء، كله عايز دواء، وبالتالي الدواء ما كانش موجود في مصر، انت بتحل ازمه كبيره جدا. طيب بص يا احمد بيه، انا هجاوب على السؤال ده من نقطتين. النقطه الاولانيه، احنا اصلا ما كانش عندنا ادويه في مصر لعلاج الحالات دي. اغلب الادويه دي كانت بتيجي بشكل غير رسمي، او كانت بتضطر تطلع تتعالج بره بارقام كبيره جدا زي ما قلت لحضرتك. 2.5 مليون دولار كان الجرعه قبل كده، او 750,000 دولار الجرعه. كون الدواء نزل للسعر ده وهيتم توفيره في مصر بشكل كامل، وبعدين اكيد لجنه التسعير اللي هتقوم بتسعير الدواء دلوقتي اكيد في مفاوضات مع الشركه المصنعه لحين يعني ادراجه بسعر يكون مناسب. انما الطريقه التسعير هتبقى عامله ازاي لسه مش واضحه. توفير المنتج يعني على ما يتم عمليه ارتفاع التسعير وكمان دخوله هتاخد حوالي مش اقل من 3 شهور على ما تاخد الاجراءات الرسميه بتاعتها. انما في الاخر كون ان العلاج ده هيتوفر بشكل رسمي، ده راحة للناس من مشاكل كبيره جدا. صحيح صحيح. ودي من المبادرات الرائعه، وكون كمان ان احنا نسجل العلاج هنا في مصر بعد مرور اقل من 10 شهور من اعتماده عالميا، دي في حد ذاتها طفره في تسجيل الادويه في السوق الدواء المصري. فاحنا يعني 3 شهور مثلا نقدر نقول خلال سنه مثلا الدواء ده يبقى موجود في مصر ولا قبل سنه؟ يعني اقدر اقول ان انا الدواء ده موجود في مصر وخلاص بديه للمصابين او المرضى. قبل سنه ان شاء الله. قبل يعني سنه. يعني الاجراءات العاديه هي مش اقل من 3 شهور، بس مش هتوصل لسنه طبعا ان شاء الله. بشكرك مره ثانيه دكتور احمد شفا، بقول لحضرتك خبر مهم من هيئه الدواء المصريه.